يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا من خارج هذه البلاد، وأكثر المساجد عندنا تابعة لأهل البدعة، فهل يجوز لطالب العلم أن يلقي الدروس والمحاضرات والخطب في مساجدهم ومؤتمراتهم؟ وهل هناك شروط لجواز ذلك والقيام به؟ نعم، إذا مكنوه من ذلك أن يقول الحق وأن يبين، هذه فرصة، له أن يتكلم، وهذا وقت الحاجة ومكان الحاجة. نعم.